لنفرض انه هو استبعدنا مثلا منها عمال وفلاحين، يبقى أصبحت هذه القائمة غير مستوفية لنسبة العمال والفلاحين. هل يجوز الطعن على القرار ده ويجوز تعميمه على الجمهورية ولا لا؟ القرار إيه؟ أنت بتقول قرار العزل. قرار القرار العزل. أيوة، ما قرار العزل ده بكرة المحكمة الدولية العليا هتقول هو قرار صح ولا قرار مش صح، هتقول ما إذا كان يعمم على الجمهورية ولا يقتصر على المنصور. يبقى بكرة، استنى بكرة إن شاء الله.